رحت كافيه مع صاحبتي والحمد لله اليوم ده كان الجو حلو والمكان برضو كان حلو بس زحمة، وانا من الناس اللي مش بتحب الزحمة، وكنت حابة اعمل الفايبس بقى اللي هي ناكل ونتكلم ونقرأ شوية، بس طبعا ده ما حصلش لان اكلنا والوقت اخدنا في الكلام، وده العادي لما بكون مع صحاب. Thank you.